هذه الحلقة برعاية طيران ناس اللي جايين لكم ب 17 وجهة صيفية مذهلة ومتنوعة لصيف 2024، وكأول طيران سعودي يوفر رحلات مباشرة للوجهة الجديدة والفريدة الساحل الشمالي ومطارها العلمين. لتفاصيل أكثر وأسعار أفضل زوروا الرابط في وصف الحلقة واحجزوا الآن. اسمي لبنى الخميس، أقدم بودكاست أباجورة، أشعلها معكم لأتناول قراءاتي وتجاربي المختلفة في الحياة. هذه الحلقة بعنوان مع نفسك. عمرك رجعتي من عزيمة وأختك تنتظرك تسولفين لها بحماس بس ما عندك الطاقة تشاركينها؟ هل سبق وجهلت اتصال من شخص تحبه لأن راعي سوالف وما عندك القدرة تجاريه؟ طيب، قد حسيت بارتباك لمجرد أنك اضطريت تشارك ساعة عزلتك الصباحية مع أحد غير قهوتك؟ هل يلازمك شعور بالذنب على اعتذارك المتكرر عن بعض الجمعات وصمتك في البعض الآخر منها؟ والأهم، هل خطر ببالك تسأل وش السالفة؟ أنا وش فيني؟ ليش كل الناس عندها طاقة للسوالف والنشاطات الاجتماعية إلا أنا؟ الحقيقة أنك مو مكتئب كما يبدو للبعض، ولا غريب الأطوار كما يظن البعض الآخر. قد تكون ببساطة شخص انطوائي introvert. لكن وش يعني انطوائي؟ وما هو تعريف الانطوائية؟ الانطوائية هي ميل بعضنا للتركيز في عالمهم الداخلي، أفكارهم ومشاعرهم وتأملاتهم العميقة، بدل الانخراط في التفاعل الاجتماعي المكثف مع الناس، عزايمهم، طلعاتهم، سفراتهم وجداولهم المزدحمة تستنزفك، وتحتاج بعدها وقت مع نفسك تشحن فيه طاقتك وتستعيد فيه توازنك. ظهر مصطلح الانطوائية في عام 1909 على يد العالم النفسي كارل يونغ في محاضرة ألقاها في جامعة كلارك. لاحقاً صدر كتابه أنماط الشخصية في عام 1921، وفي هذا الكتاب وصف الانطوائي بالتفصيل لأول مرة. يتحدث يونغ عن سمات الشخص الانطوائي قائلاً: يبتعد عن الأحداث الخارجية ولا يشارك فيها، ولديه انزعاج فريد من المجتمع فور وجوده بين الكثير من الناس. في التجمعات الكبيرة يشعر بالوحدة والضياع، كلما زاد الازدحام زادت مقاومته، لا يحب التجمعات الحماسية، ما يفعله يفعله بطريقته الخاصة، يحاصر نفسه ضد التأثيرات الخارجية. صحيح، الانطوائيين ببساطة يشحنون بطاريتهم بقضاء وقت مع نفسهم قبل ما يخرجون إلى الخارج ويتفاعلون مع الناس وواجباتهم الاجتماعية، على عكس الشخصية الانبساطية أو extrovert اللي تشحن بطاريتها بالطلعات اليومية والأخبار الاجتماعية والمكالمات الطويلة. الانطوائي والانبساطي يعملان بشكل مختلف. الانبساطي يعالج المهام بشكل سريع وقد يتخذ قرارات متهورة، بينما الانطوائي يعمل بشكل أبطأ وأكثر حذراً، ويحب التركيز في مهمة واحدة يتعمق فيها ويفكر ويحلل. وفي الوقت اللي يكون فيه الانبساطي نجم المجالس ويضيف للحفلات المرح والحيوية ويفكر بصوت مرتفع وارتجالي ويميل إلى التحدث أكثر من الإصغاء، تتخذ مهارات الانطواء الاجتماعية شكلاً آخر من القوة والتأثير. فهو مستمع جيد، يتوهج في الجمعات الصغيرة والحوارات العميقة والبحث في أعماق ذاته. التفكير في الذات متعب بالنسبة له، عالم الخاص هو مرساه الآمن، بيته الدافئ، حديقته المحروسة بحب، محمية عن الجمهور ومخفية عن الأعين المتطفلة. أفضل صديق له هو نفسه، يشعر بالراحة في عالمه حيث لا تطرأ التغييرات إلا بواسطته. ينجز العمل الأجود باستخدام موارده الخاصة، أفكاره الخاصة وبطريقته الخاصة. الجماهير وأراء الأغلبية والرأي العام لا يقنعون بشيء، بل يجعلون ينغمس أكثر في قوقعته. الشخصية الانطوائية تقدر التفاعل الاجتماعي ولكن البناء وذو المعنى، ولا تثمن الأحاديث السريعة العابرة
على قارعة الطريق. علاقاته مع الآخرين تصبح دافئة فقط عندما يضمن الأمان وعندما يمكنه الانفصال عن عالمه الداخلي، وكثيراً ما لا يستطيع فعل ذلك، وبالتالي يكون عدد أصدقاء أو معارفة محدود جداً. لكن كيف ظهر هذا التمايز في أنماط شخصياتنا مع الزمن؟ وليش تم تقييم الشخصية الانطوائية كشخصية درجة ثانية؟ قديماً كان البشر يعيشون في مجتمعات زراعية، حياة سكانها بسيطة وتواصلهم محدود مع محيطهم من جيران وأقارب. الشخصية الانطوائية كانت غالباً تتماهى وسط الجموع الحشيدة أو لا تحصل على تركيز محدد، لأن نمط حياة الناس متشابه ولأن رأيهم ببعض ما يصنع فرق في مصيرهم كجماعة. في الحقيقة لم تظهر كلمة شخصية personality إلا في القرن 18، ولم يتم التلميح إلى الشخصية الجذابة سوى في القرن 20. وقتها تصاعد عند الأمريكان الهوس بصورتهم عند الآخرين وجاذبيتهم لدى المجتمع. يقول عن تلك الحقبة المؤرخ الأمريكي وارن ساسمن أن كل شخصية أمريكية أصبحت شخصية استعراضية. ومع دخول المدنية لمجتمعاتنا الإنسانية تحولنا من ثقافة تمجيد الجماعة إلى ثقافة الاحتفاء بالفرد. فكر فيها، كم مرة مريت تتفقد رفوف الكتب الأكثر مبيعاً ولقيتها تدور حول بطولات فردية؟ كم مرة مريت جنب لوحة إعلانية ولقيتها تصدر وجه نجم أوحد؟ كم مرة فضلت تتابع حساب مؤثر بذاته عوضاً عن متابعة محطة منوعة أو منصة بث عريضة؟ نحن نعيش في مجتمعات تمجد الأفراد، ولكن مو أي أفراد، أفراد يحاكون الصورة المثالية لما يسمى بـ The Culture of Character. أفراد مفوهين، متحدثين بارعين، متألقين في الحفلات الاجتماعية ومغرقين في التواصل، يخطفون الأنظار من أول إطلالة ويسرقون الأضواء مع أي ظهور ويبهرون الآخرين أمام أول فرصة للتعبير عن آرائهم. ونتيجة لذلك أصبح النظام التعليمي والثقافة الشعبية يعززان سمات الشخصية المنبسطة. في المدارس يتم تشجيع الطلاب على الإلقاء في الإذاعة المدرسية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية. يكرم الطالب الأكثر ثقة والأبلغ حديثا والأشجع حضورا في التحدث أمام الجمهور. ويمتد الأمر في بيئات العمل، حيث يتم تشجيع الأفراد للعمل في الفرق والانخراط في الجروبات. وبطبيعة الحال يبدو أصحاب الشخصيات الانبساطية أقرب لتحقيق المعادلة المستحيلة لشخصية البطل الاجتماعي الذي تمجده المجتمعات الفردية. ستجد فرصهم أفضل في تولي المناصب العليا وتحريك مشاعر الرأي العام، وستجدنا نربطهم في لاوعينا بالنجاح والتأثير والكاريزما. أما أصحاب الشخصيات الانطوائية فلا مكان لهم على الخارطة، لأن الأفكار اللي ما نشاركها في مجالس ممتدة ولا فيديوهات مليونية المشاهدات والتجارب اللي نعيشها لأنفسنا ومع أنفسنا تبدو من منظور المجتمع الحديث غير جديرة بالمشاركة، وإلا لما نمت في الظل. كل ذلك شكل ضغط مخيف على الشخصية الانطوائية اللي يرفضها الوعي الجمعي كل لحظة، ما يضيف إلى معاناته في رفض ذاته وقهر طبيعتها، بل ومحاولة تزييف الشعور بالسعادة والسرور بتواجد المكثف برفقة الآخرين، ما يستنزف قواه تماماً ويجرده من جوهره الأصيل. الحقيقة أن الانطوائيين ليسوا أشخاص خجولين أو غير منجزين، بل العكس تماماً. قد تكتشف أن زميلك اللي قضى الإعدادية في زاوية الصف وما تسمع له صوت يقود شركة عملاقة وتحت آلاف الموظفين، وجارتك اللي تجلس هادية في العزايم عندها حياة أسرية دافئة وصداقات رائعة ومتوازنة، وخويك اللي جاوب على قد السؤال كاتب عظيم وبارع في وصف مشاعره على الورق.
وهكذا. بينما يجد الكثيرون الإلهام في الضوضاء وصخب الحياة، يجد الانطوائيون جمالاً عميقاً في الهدوء والتأمل. يثبت الانطوائيون أن القوة الحقيقية تكمن في الداخل، وأن الجمال الحقيقي يزدهر في الهدوء والتأني. ولهذا قد يفسر ميل الانطوائيين إلى التفكير العميق قدرتهم على الابتكار والخروج بأفكار خلاقة ومبدعة، كما ستجد أن الانطوائيون أقدر على التركيز والإنجاز الفردي، الأمر الذي يجعلهم إضافة نوعية وقيمة لفرق العمل التي يمكنها الاعتماد عليهم دون القلق من شعورهم بالتوتر لعدم وجود دعم لحظي. ورغم ارتباط القيادة الفعالة وصناعة القرار في أذهاننا بالقدرة على التأثير الجماهيري والتواصل الشعبي، تظهر دراسة أجراها شون ماكنن في عام 2014 أن الانطوائيين يملكون قدرة عالية على التفكير الاستراتيجي والتحليلي، الأمر الذي يجعلهم يتخذون قرارات صائبة مستنيرة ومدروسة. ولا غرابة أن نجد العديد من الشخصيات التي رسمت وجه الحضارة وتركت إرثاً عميقاً ضخماً لا نزال نتداوله تحمل هذه السمات. الطبيب النفسي السويسري كارل يونغ اللي صاغ هذا المصطلح لأول مرة قام بملاحظته الأولى على نفسه، فقد كان انطوائياً يقضي وقتاً طويلاً في التأمل والتفكير في نظريات النفسية بعيداً عن الناس. العالم الشهير إسحاق نيوتن كان شخصية عرف عنها الانطوائية، ولربما لولا انطوائيته لم يتمكن من الجلوس وحيداً تحت شجرة التفاح ويتأمل سقوط تفاحتها، القصة الشهيرة اللي قادته إلى اكتشاف نظرية الجاذبية. لاري بيج الذي أطلق من كراج بيته القصي أعظم محرك بحث في تاريخ البشرية جوجل كان انطوائياً أيضاً. الفيزيائي الأمريكي نيكولا تسلا صاحب ابتكارات لا زالت تغذي حضارتنا في مختلف مجالاتها لم يكن انطوائياً فحسب، بل قام بدعوة الجميع لها في اقتباس شهير يقول فيه: كن وحيداً فهذا هو سر الاختراع، كن وحيداً فهكذا تتوالد الأفكار. وأخيراً الشاعر والأديب الأمريكي إدغار آلين بو عبر في قصيدة بعنوان وحيداً: من ساعات طفولتي لم أكن كما كان الآخرون، لم أرى كما رأى الآخرون، لم أستطع أن أجلب شغفي من ينابيع مشتركة. قد تستغرب بأن الانطوائية مو نوع واحد، بل الانطوائيون أنواع يتدرجون في أطياف تفاعلهم مع الآخرين، أشهرها الانطوائيين الاجتماعيين، وهو ببساطة صديقك اللي لما تجلس معه على قهوة لحالكم تشوفه يسولف ويضحك ويشارك قصص وحكاية، لكنه يميل للصمت والإنصات وسط المجموعات الكبيرة. غالباً لو عزمت على طلعة في الويكند بيعتذر بحجة الانشغال مع الأهل لمجرد تفضيل البقاء وحيداً على الخروج في مجموعة كبيرة. يوجد أيضاً الانطوائيين المتأملين، ستجد هذه الفئة غالباً غارقة في تأملاتها وأفكارها، ومو غريب أبداً تكتشف مواهب دفينة عندهم في الكتابة والنقد والموسيقى والتحليل العلمي. وإلى جانبهم الانطوائيين القلقين، هذا النوع من الانطوائيين يتوتر من المواقف الاجتماعية، وممكن يكون أسوأ أيامه لما يضطر يحضر عرس أو يقوم بواجب عزاء أو حتى يبارك في حفل تخرج، ويعتبر خروجه إلى هذه التجمعات خروج صارخ عن منطقة راحته. وأخيراً الانطوائيين العاجزين، هذا الطيف من الانطوائية يقترن مع درجة عالية من العزلة والبعد عن التفاعلات الاجتماعية، يتعذر مع اتخاذ قرار أو أخذ خطوة تجاه أي شيء، وهذه درجة متقدمة من الانطوائية قد تنذر بمشكلات نفسية واجتماعية على المدى الطويل. طيب، هل ممكن أكون الاثنين، انبساطي وانطوائي في نفس الوقت؟ الإجابة طبعاً، بل الأغلبية من الناس
هم كذا، ويطلق عليهم أومنيفرت، وتمثل هذه الشخصيات مزيجاً ما بين الشخصيتين، ويصعب ملاحظة نمط واحد مسيطر على شخصيتهم. فتارة تجدهم في قلب المواقف الاجتماعية الحاشدة، وتارة تجدهم ينأون بنفسهم عن التواصل الاجتماعي. فيهم جانب منفتح وآخر متحفظ، يحبون السواليف والعزايم لكن يقدرون العزلة والهدوء في نفس الوقت. وقد وجدت دراسة أجرتها American Trends Panel أن 77% من الأشخاص يقعون في مكان ما بين هذين القطبين، و12% منفتحين للغاية، و5% منطويين للغاية. في كتاب الاعترافات يقول جان جاك روسو: هنالك أوقات لا أشبه فيها نفسي أبداً، لدرجة أنني قد أكون شخص آخر ذا طبيعة معاكسة تماماً. لو لم تكن شخص انطوائي، فأكيد أنت تعرف أحد انطوائي في عالمك ودائرتك. وجود هالشخصيات هو جزء من حياتنا، وربما كان ملح لها، يغذيها بنكهة فريدة ولون مميز ويأخذنا لبعد آخر. لكن لازم نعرف كيف نتعامل معهم بالشكل المناسب، مثل أننا نحترم حاجتهم إلى الوحدة. فمن وقت إلى آخر يحتاج الشخص الانطوائي إلى العزلة والمساحة، فتأكد من أنك تحترم هذه الرغبة بدون ما تحكم على غيابه عن بعض الجمعات واعتذاره عن حضور بعض اللقاءات. أيضاً لو كنت على رأس فريق في موظفين انطوائيين، أعطيهم المساحة الفردية في العمل على بعض المهام والتفكير المتأني العميق فيها. بعض الطيور خلقت لتحلق في أبعاد أوسع لوحدها. أذكر معاناتي في أول حياتي الوظيفية في العمل ضمن مجموعة، كنت أستغرب كيف أقدر أنجز بسرعة أكثر وإنتاج أكبر بشكل فردي، وأتعثر وأتشتت لما أعمل ضمن فريق. لاحظت مديرتي هالشيء واستدعتني بعد ما أدركت هالصفة، وأكدت تفهمها للفروقات الفردية والتفضيلات الشخصية، ورغبتها في أني أحاول ولو بمهام بسيطة بأن أعمل ضمن المجموعة. حاولت، لكني بقيت أشع أكثر في عالمي الخاص. والأهم، لنتوقف عن وصم الشخصية الانطوائية بالغرابة والخجل. الانطوائي مو بالضرورة خجول، بل هي كيفية استجابتك للتحفيز، بما في ذلك التحفيز الاجتماعي. المنبسطون يحتاجون الكثير من التحفيز والنشاط الخارجي، بينما الانطوائيون يشعون بالحياة في البيئات الهادئة المتوازنة بالنسبة لهم. لائمي في عزلتي لو ذقتها، لم تلمني لحظة يا لائمي. خسارة كبيرة للعالم أجمع لو قررنا اللون بلون واحد ونشوفه ببعد أحادي ويتيم. إحنا نحتاج عالم متعدد، عالم ملون يضم روح وانفتاح وبهجة الانبساطيين، كما نحتاج لهدوء وحكمة ورقة الانطوائيين. بهذين الجناحين معا سنحلق في آفاق أبعد، ونسير في دروب أجود، ونحب أنفسنا بجميع أطوارها. أخيرا، مع كل باب جديد يفتح في علوم الاجتماع ودراسات الإنسان، ستجد نفسك في تصنيف جديد يختزل كيانك. ستجد من يحكم عليك من كمية كلماتك أو لغة جسدك، من ملامح وجهك أو شكل خطك. والحقيقة أننا جميعا نأتي إلى هذا العالم محملين بفرص متعددة لإعادة اختراع ذواتنا واكتشاف أنفسنا مرة بعد مرة. فلسنا طبعة واحدة ثابتة أو هوية باردة جامدة. قد تجد في ذات شخصيتك شخصاً منغلقاً أمام الضجيج، وآخر منفتحاً على الحب، مستغرقاً في التفكير ومحجماً عن التعبير. شخصاً يبحث عن التواصل تارة، ويغوص في أعماقه تارة أخرى. فتذكر، وأنت تعبر أمام من لا يلاحظونك لانطوائيتك، أنه فيك أنت انطوى العالم الأكبر.